إلى تركيا زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقبرة السلجوقية التي تعتبر أكبر مقبرة إسلامية في العالم بمدينة آهلاط بولاية بتليس شرقي تركيا جاء ذلك على هامش مشاركته في احتفالات الذكرى السنويه 951 للنصر في معركه ملاذ كرد الذي جرت بين الدوله السلجوقيه والامبراطوريه البيزنطيه تعد المقبره السلجوقيه اكبر مقبره تركيه اسلاميه في العالم على القائمه المؤقته لليونسكو للتراث الثقافي والعالمي ورفق اردوغان في زيارته كل من رئيس البرلمان وزعيم حزب الحركه القوميه ووزيره الاسره والخدمات الاجتماعيه ووزير العالمية. العدل والخارجية ومولود شاوش أغلو والداخلية سليمان صويلو والخزانة والمالية نور الدين نباتي كما رافقته وزراء الثقافة والسياحة والدفاع خلوص أكار ومسؤولون آخرون